طبعا اليوم لحد اليوم أكثر من 6 أيام نعم وهجوم عنيف تشنه القوات التركية الأذربيجانية على إقليم أرتاخ. وبعد كل هذه المناشدات حقيقة لا زال الطرف التركي الأذربيجاني يتجاهل موضوع المفاوضات أو الجلوس على طاولة المفاوضات، والهجوم العنيف لا زال مستمرا على القرى المدنية والمواطنون العزل، كما أن في الأيام القليلة الماضية كان هناك هجمات على صحفيين لوكالات أنباء. فأعتقد أن الطرف الأذربيجاني التركي يتجاهل تماما جميع المناشدات لوقف إطلاق النار. وأريد أن أنوه بموضوع مهم جدا، أن تفضل. الشعب الأرمني في أرمينيا كما في إقليم أرتاخ هم سيكملون المعركة حتى النهاية للقضاء على الإرهاب الذي تمارسه تركيا وخلفها أذربيجان. لكن هناك ضغط ومواقف دولية مرددة بالتدخل التركي، ألا يمكن اعتبارها رسالة للنظام التركي للتراجع عن دعم أذربيجان بالمرتزقة وتأجيج الصراع؟ لا زالت أعتقد نعم هناك ضغط متواصل، ولكن نحن نعرف سياسات تركيا في السنوات الماضية، سياساتها العدوانية. لديها في الحقيقة أكثر من عشرات الدول، عداوات مع عشرات الدول في المنطقة. لا زالوا يتجاهلون لحد هذه اللحظة كل المناشدات. وأريد فقط أن أنوه أن السيد رئيس وزراء أرمينيا في هذه اللحظة يقوم بمناشدة الشعب الأرمني، ويقدم الدعم الكامل لجمهورية أرتاخ، يقدم الدعم الكامل للشعب الأرمني، ويقوم بشرح حقيقة ما يحصل، وحقيقة ما يحصل إرهاب دولي على أرمينيا وعلى وجود الأرمن في هذه المنطقة. طيب، في حال استمرار التصعيد كما تفضلت وهذه الدعوة من قبل أرمينيا، هل يعني بأننا سنكون أمام إقليم تشتعل فيه الحرب كما وصفته أرمينيا سابقا أيضا بسوريا أخرى؟ أعتقد أن الأمور لن تصل لهذه الدرجة، لأن الشعب الأرمني مقاوم منذ آلاف السنين وسينتصر كما انتصر في المعارك الماضية. سندحر الإرهاب، وأعتقد أن لن تصل الأمور لهذه الدرجة، وإن وصلت فأعتقد أنه تركيا وأذربيجان تتحمل المسؤولية. أعتقد أن هذه المسؤولية مسؤولية كبيرة، وأعتقد سيعاقب عليها المجتمع الدولي لهذه البلدان. من هي هذه الدول؟ من الدول المستفيدة من خلط الأمور مجددا وتأجيج الصراع في إقليم أرتسخ؟ أعتقد أن تركيا هي المستفيد الأول في المنطقة. رأينا نفس الشيء في سوريا، رأينا نفس الشيء في ليبيا، في مصر نفس الشيء، في اليونان أيضا هناك أيضا معهم مشاكل كبيرة مع اليونان. نعم، هناك أزمة. فأعتقد أن تركيا أعتقد أن الوجود الأرمني في منطقة القوقاز أعتقد هي المشكلة الكبرى للجانب التركي. لذلك يحاول الضغط على أرمينيا من طرف أذربيجان ومن طرف الأرتاخ، إقليم أرتاخ، ولكن أعتقد أن هذا الضغط لن يستمر طويلا. وأعتقد أن الشعب الأرمني المقاوم سينهي المعركة
من طرفه. نعم، ضيفي من يريفان ناشط مدني سركيس آتاميان، شكرا لك على كل هذا التوضيح.